السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مكملين مع بعض برنامج ديسك شو كيس 2013. بداية أنا أعتذر إن الفيديوهات صغيرة نتيجة لأن برنامج تقيل مع برنامج التسجيل، ففعلا التسجيل بيبقى صعب جدا. الماوس بيختفي، اضطريت إن أنا أعمل خدعة كده عشان يظهر، وإن أنا أعمل أغير شكل الماوس وأجيب ماوس اللي هي حتة إن أول ما بمشي بالماوس بيبقى فيه كذا ظل وراه من كنترول بانل عشان يظهر قدامكم وانا اقدر اشوف وانا شغال. النهارده هنشوف حاجه اسمها اورجنايزر. اورجنايزر او ممكن نفتح بحرف الاو، بيرتب لي القوائم. من اديت اورجنايزر بلاقي ترتيب للعناصر الموجوده. تمام، ممكن اخفي حاجه او اظهر حاجه. زي ما انتم شايفين انا كده اخفيت السيرفيس، ممكن اخفي مثلا دور معين فلور، ممكن اخفي المبنى كله لو انا عايز، لو في اكتر من مبنى او اكتر من شكل. في عندي حاجه اسمها ميك اوبجكتس انسلكتد ايبل، يعني خلي العناصر غير قابله لان انا اعملها سلكت. يعني اول ما امشي هنا اجي اعمل سلكت الاقي ان سلكت مش شغال. في بعض العناصر انت مش عايز تعملها سلكت او مش عايز تخلي حد يعمل لها تحديد ولا يحركها ولا حاجه خالص، فبتيجي هنا وتشيل العلامه من ديت من الجزء اللي انت عايزه. انا ممكن تشيلها بس من هنا. تمام، هتلاقي ان هنا دي مش شغاله معايا، بس بقيه العناصر شغاله معايا، اقدر اعمل سيلكت في اي جزء انا عايزه. ممكن تعمل فولدر وتحط فيه العناصر اللي انت عايزها. تمام، قايمة سهلة بتسهل علينا الشغل واحنا شغالين على برنامج اوتديسك شوكيس. برنامج اوتديسك شوكيس زي ما احنا قلنا برنامج بيعمل بيجيب لك المعماري اللي انت شغال عليه او الشكل اللي انت شغال عليه 3D بشكل سهل ولذيذ. اقدر ان انا اغير الماتيريال بسهولة، اقدر ان انا اشوف في الريال تايم زي ما انا عايز. هو برنامج من برامج الاركتكتشر فيجواليزيشن، بس هو بيبقى سهل. يعني لو انا جيت اعمل الحاجات اللي انا شغل اللي انا بعمله في ديسك شوكيس دوت، لو جيت اعمله في 3 دي ماكس هيبقى قوي في 3 دي ماكس، اقوى بكتير، بس برضه ياخد مني كذا يوم عشان اعمله. انما هنا بيبقى هو مخصص للمعماري فبيختصر وقت. هما الاتنين تبع شركة اوتوديسك. عمر سليم.